آخر، تعرض معلم إحدى المدارس الثانوية في منطقة الرياض لحادثة اعتداء على سيارته، نتج عنها تهشم الزجاجين الأمامي والخلفي. ووثق المعلم حادثة الاعتداء بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي معلقا على الحادثة بقوله: هذه نهاية التدريس. نتابع المقطع ثم نعود. هذه نهاية تدريس ثانوي، هذا الفائدة من التدريس، لا حماية لك ولا، وتخلص يقولون والله دبر عمرك، تتهم أحد ولا دبر عمرك، هذا قزاز الموتر جيب لاند كروزر كسر، والزجاج الخلفي مكسر، والموتر مكسر، تروح المكتب الإشراف يقول والله ما مشكلة برا، تروح للشرطة يقول